الصعيد هو قلب مصر وتاريخه النابض، وفي الماضي طاله يد الإهمال، وفي هذا التوقيت تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا به لتحقيق التنمية بما يحقق الرخاء لأبنائه. وفي جولة شاملة لوزير الزراعة الأستاذ الدكتور عز الدين أبو ستيت إلى محافظة أسيوط، رافقه خلال الزيارة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، حيث شملت الزيارة الميدانية مناقشة المزارعين والتعرف على مشاكلهم وتفقد محاصيل البنجر والقمح والفول البلدي ومحطة الإنتاج الحيوانية والتي تم تشغيلها مرة أخرى لتحقيق وفرة في الإنتاجية. بالاتفاق معانا مع وزارة الزراعة هنبتدي نمده بحيوانات محسنة، طلايق جديدة، لأنه هذا القطيع اللي موجود محتاج للتجديد، لأنه ما ينفعش إن احنا نسيبه على مدى سنوات طويلة بدون أي إحلال أو تجديد. صحيح البدايات صعبة، بس اللي أنا شايفه النهاردة من الولدات الجديدة من حالة الحيوانات اللي موجودة إنه في خطوات إصلاحية اتخذت في زمن قصير، ولابد إن احنا ندعم هذه الجهود علشان هذا الموقع يعود إلى مكانته اللي كان عليها. هيا احنا زرنا بعض المزارع، سيادة شاف إنتاج القمح وإنتاج البنجر وإنتاج الفول، والإنتاج ابتدى يرتفع بفضل برضو التعاون الفني مع تطوير التقاوي. احنا حاليا في مزرعة المحافظة، مزرعة المحافظة عندنا 5 محطات سواء جاموسي أو بقري، للأسف كان طالها زي ما السيد الوزير قال الإهمال في السنين اللي فاتت. احنا ابتدينا نعيد إعادة الحياة فقط للمزارع، جمعنا القطيع الجاموسي في جانب والقطيع البقري في جانب. مشاريع تطوير الري الحقلي استثمار حقيقي للدولة والمزارعين، وطالب المزارعين من أبو ستيت تعميم المشروع بكل أراضي المحافظة، كما تفقد أبو ستيت ونور الدين إحدى صوامع المحافظة للاطمئنان على استعدادها، كما تم المرور على معامل الطب البيطري وافتتاح وحدة الأغذية والأعلاف وعقد مؤتمر جماهيري لأهمية المشاركة بالتعديلات الدستورية.